كشف مصدر إيراني أن المرشد الأعلى بعث رسالة إلى الرئيس حسن روحاني يطالبه فيها بتحقيق عاجل حول وضع سوق العملات الأجنبية وتدهور العملة المحلية، معربا عن قلقه بشأن الوضع الاقتصادي. ونقلت وسائل إعلام إيرانية أن رسالة خامنئي لروحاني حملت استفسارات عن تقلبات السوق والانهيار غير المسبوق للعملة المحلية، ما دفع آلاف الإيرانيين للخروج إلى الشوارع والتظاهر ضد الحكومة والنظام. ويرى مراقبون أن النظام الإيراني سيواجه أياما صعبة في ظل العقوبات الأمريكية، وبعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية سعيها لدفع إيران لتغيير سلوكها من خلال وقف صادرات إيران النفطية.